أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يسأل قيدهم في تجليل وارسل عليهم طيرا أبابيل تركهم بهجارتهم من سجين فجعلهم كأصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو. چلیے شروع کرتے ہیں. ویل لکل همزۃ لہمزۃ. ویل لکل همزۃ لہمزۃ الذی جمع مالہ وعددہ. तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए.